يعني ايه يا سيف؟ احنا هنهزر؟ انت فاكر نفسك شغال في حضانه؟ انا مش فاهم يعني كنت عايز تعمل ايه؟ هتسبب في اذيه ناس ابرياء؟ ما لهمش ذنب؟ ما يروحوا في 60 داهيه. ما انت لو بتعرف تشوف شغلك صح كنت عارف تتصرف. لكن للاسف انا شايف واحد قدامي تلميذ هاوي. يا راجل ده احنا طلع عيل اللي جابونا عشان نحدد لك مكانه. كنت عايز نعملك اكتر من كده ايه؟ نروح نشاور لك عليه؟ اتهبلت؟ راحت منك؟ انا عارف كويس قوي اني باخد فلوس كويسه من شغلي معاكم، بس اقسم بالله العظيم لو حسيت للحظه واحده بس انك ما بتحترمنيش او ان اللي احنا بنعمله ده في حاجه مش مظبوطه مش هيبقى كويس علشانك. ها انصحك تخاف مني. انا ظابط شرطه مش همس شعر بني ادم بريء مهما كان الثمن. يعني هترجع شغلك القديم تاني؟ اه المهمة اللي كانوا مكلفيني بيها خلصت خلاص، هرجع اروق بقى زي الاول. سيف ما تزعلش مني يا سيف، انا غلطان فعلا ان انا كلمتك بالطريقه دي، بس ده شغل يا سيف شغل. وانا فهمتك الظروف كانت عامله ازاي، واظن دلوقتي كمان انت عرفت ان في حاجات معينه انا مش هقدر اعملها. انا مستحيل ان اتسبب في اذيه حد بريء. خلاص يا عم انا مش هكلفك باي حاجه تتعارض مع مبادئك. يعني ايه؟ يعني احنا هنغير من طبيعه العمليات بتاعتنا، وما تقلقش فلوسك هتتضاعف والوقت اللي احنا هنحتاجك فيه اقل. ازاي يعني؟ انا عايزك تيجي معايا اسوان 3 ايام دوره تدريبيه تبع الوزاره، كل اداره بترشح ناس من عندها والاداره بتاعتك رشحتك. كنت ساذج، كنت فاكر اني ممكن اخرج، كنت فاكر ان الموضوع متوقف على قرار واني لما قرر اسيبهم هسيبهم. وايه اللي خلاكوا تروحوا اسوان؟ ايه اللي جمعكوا كلكم هناك؟ في الوقت اللي كنا فيه في اسوان كان في عمليه كبيره قوي بتحصل بتمهد للي جاي، وكان لازم كل الضباط اللي اشتركوا في الخليه يكونوا بعاد عن الصوره. ايه العمليه دي؟ ثلاثة من اكبر تجار السلاح اتقتلوا، ولما شفت ناجي الخليلي مع ماجد العزازي في اسوان بدات افهم، بدات اربط بين الراجل اللي كانوا عايزين نجيبه واللي هيحصل بعد كده. الموضوع في منتهى البساطه، هيتاجروا في السلاح وعايزين يتخلصوا من كل المنافسين. وده اللي كان هيعمله الصياد بعد كده؟ بصراحه اقتبست الفكره منهم، عشان لما يلاقوا حد بيفكر بنفس الطريقه القذره اللي بيفكروا بيها هيصدقوه. هو انت فكرت كده لما كنت هناك؟ لا، فهمت كل حاجة بوضوح لما رجعت. احنا قطعنا شوط كبير جدا مع بعض، وكل البشوات اللي موجودين هنا اثبتوا كفاءتهم، والاهم ولائهم واخلاصهم للخلية. سيادة اللواء كان في اسوان وشافكوا كلكم وقرر ان هو يبتدي مرحلة جديدة. تجارة السلاح انتشرت قوي في البلد ولازم نسيطر عليها، لازم نعرف السلاح جاي منين ورايح لمين. وطبعا احنا مش هنقدر نمنع الناس ان هم يشتروا، ولو اتبعنا سياسة المنع بالكامل مش هنحل المشكلة، بالعكس هنزودها، وهنلاقي نفسنا داخلين في حرب ما تنتهيش مع 100 جبهة. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنوحد الجبهات، بمعنى ان احنا هنسمح لناس معينة بس هي اللي تتاجر في السلاح، وفي نفس الوقت نمنع جهات تانية من انها تمارس نفس النشاط. ساعتها فهمت الحقيقة بمنتهى الوضوح، ما كانش لازم استنى ولا افكر مرتين. الكلام اللي ماجد بيقوله ده معناه ان الخلية اللي اتكونت بموافقة من جهات أمنية وكان هدفها الأساسي هو الدفاع عن الأمن الوطني تحولت بمرور الوقت لعصابة بتتاجر في السلاح، ولو استمرت ما كانش نشاطها هيستمر على كده وبس، لا دي كانت مع الوقت هتبقى أكبر خطر بيهدد الأمن القومي. طب والضباط التانيين؟ مفيش حد منهم اعترض؟ شك؟ انسحب؟ كلهم ضميرهم مات من زمان، كلهم اختاروا انهم يكملوا بس مهما كان الثمن ومهما كانت طبيعة العمليات اللي بيعملوها. هم خلاص داقوا طعم الدولارات وما عندهمش اي استعداد انهم يرجعوا للفقر تاني. دفعوا الثمن. ثمن بسيط قوي قصاد اللي انا دفعته. الو ايه يا سيف باشا؟ ما جيتش النهارده ليه؟
معلش كان عندي ظروف كده. خير ان شاء الله. ان شاء الله خير، بس انا عايز اقابلك. يبقى مش خير. من الاخر كده انا مش هقدر اكمل. انت ناويت تستقيل من الداخليه ولا ايه؟ لا، هرجع اشتغل زي الاول. كفايه معاكوا قوي لحد كده. ليه كده يا سيف باشا؟ بس احنا عملنا لك ايه؟ الاسباب مش هتغير حاجه، والكلام الكتير مش هيفيد. لا انت هتقدر تقنعني ولا انا هقدر اقنعك. عندك حق. انا من ساعه اللي حصل مع علاء باطي وانا عارف ان هيجي علينا يوم نتكلم في موضوع زي ده. يا ترى مجهز الرد؟ الرد جاهز، مش محتاج تفكير. يا سيف باشا، دي فقره اساسيه من العقد اللي احنا ما كتبناهوش سوا، بس الظاهر انت ما قريتهاش. اللي خشت معانا في موضوع زي ده ما يطلعش منه حي. انت بتهددني ولا ايه؟ لا تهديد ولا حاجه، انا بقول لك معلومه اثبتها التاريخ. ولا مين عارف، ما يمكن انت تكتب تاريخ جديد. كان معاه حق، كلهم ماتوا، واللي لسه فاضل منهم هيموت على ايديا. انا كتبت تاريخ جديد، بس للاسف بدم اكتر ناس بحبهم. ولو فكرنا في الموضوع تاني هتلاقيني انا كمان ميت، بس لسه ما اتدفنتش. اتفضل. ليه بس؟ مش عارف، أنا فكرت إنه ممكن ما يكونش ساب البوليس، واحتمال وارد إنه هو يكون في مهمة سرية هي اللي خليته يدعي إنه كفيف. بذمتك ده كلام برضو؟ خلاص، يبقى العكس. إزاي يعني؟ يعني ممكن جدا يكون بيعمل أو عمل حاجة ضد القانون، وهي دي اللي خليته يدعي الإصابة علشان يبرأ نفسه من حاجة أو يحاول. تصدق إن أنا غلطانة إن أنا بتكلم معاك أصلا؟ ممكن من فضلك تعتبر النقاش في الموضوع ده انتهى؟ علي، أرجوك من فضلك ما تحاوليش تتكلمي معايا بالطريقة دي. مش علشان أني، والله العظيم أنت عارفة أنني ممكن أستحملك في أي حاجة، بس عشان عارف أنك ممكن تتضايقي بعد كده، وأنت عارفة كويس أنني بحاول أساعدك بنسبة 100%، وعارفة كمان أنني ما بعرفش أخبي اللي أنا بفكر فيه، وبالذات معاك أنت بفكر بصوت عالي، وحتى لو ما فكرتش معاك بصوت عالي أنت هتعرفي اللي أنا بفكر فيه لوحدك. بطل تفكر بطريقة منحرفة وأنا بطل أتضايق منك. منحرفة؟ أنا بحاول أقول لك كل الاحتمالات. طب 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 طب، خلاص خلاص، خلينا نبص للموضوع من زاوية تانية. يعني لو سيف بيعمل كل ده بسبب مرض نفسي مثلا، وبيهرب من حاجة هو مش عايز يواجه بها المجتمع، أو بيحاول يحصل على تعاطف من كل اللي حواليه، فده معناه إنه ممكن يتعالج. مش قادرة أتصور إن سيف ممكن يبقى ضعيف نفسيا بالشكل ده، وحقيقي مش عاوز أكتشف إنه مش الأخ القوي الواثق من نفسه اللي أنا كنت محتاجاه. بصي، ما هو ينقول كلام في محله بنقول حلو حلو. انت من الاخر كده ما ينفعش تعرفي الحقيقه، لانها كده كده هتضايقك.